الفوتو فولتك او الخلايا الفوتو فولتيه هي عباره عن ثلاث انواع. حاجه اسمها اوف جريد اللي هو النظام المنزلي، اون جريد اللي هو نظام بيربي الشبكه، والبمبات اللي هي نظام تربات المايه. انت دلوقتي كمواطن عاوز تعمل عندك، بتركب حاجه اسمها الواح شمسيه مع انفرتر منزلي مع بطاريه، ده للاحمال المنزليه. عاوز تبيع بتركب حلو الاون جريد دوت، بتركب دوت رامي على الشبكه، وفي نفس الوقت انت بتاخد من الشبكه، فبيعمل مقصه بين الاثنين. لو انت ليك بتاخد، لو عليك بتدفع. بالنسبه للمنزلي انت بتقول عاوز تعرف ازاي 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 الخطوات بتاعتها، بتجيب اخر 12 فاتوره وتاخد المتوسط بتاعه، هيطلع رقم بالكيلو وات ساعه، ترجع تحوله انت الكيلو وات علشان تاخد حجم الخلايا بتاعتك قد ايه، او العدد بتاع الخلايا بتاعتك قد ايه، 10 خلايا 12 خليه 100 خليه، عشان الخليه اللي هي المستطيل ده اللي انت شايفه ده، المصفوفه دي اسمها اري او مصفوفه، ماشي. وبتاخد بناء على الفاتوره اللي انت جبتها، تبدا تحسب انت هتستهلك قد ايه كيلو وات عشان تحدد الخلايا، ان الخلايا دي قدرتها بالكيلو وات، ودي دي سي، دي دي سي اللي هو التيار مستمر، ماشي. انا عشان احوله لتيار متناقض عشان ارمي على الشبكه بستخدم الانفرتر دوت اللي احنا هنخش نشوفه دلوقتي، ماشي. يبقى ده بيحول اشعه الشمس من اشعه شمس لدي سي، وبعد كده اخد الخارج بتاع الخلايا ادخله على الانفرتر عشان يحول لي الدي سي للاي سي. الاي سي اللي هو الانترنت في كرنت، اللي هو التيار المتغير اللي احنا بنستخدمه في البيوت، ماشي. وبعد كده بتصل بشركه الكهرباء، بتيجي تعمل معاينه احسن نقطه للشبكه اللي هي تركب العداد بتاعك فين بس. وهي تعتبر كده قصه باختصار جميل، باختصار بسيط. ايه بقى؟ ده انفرتر بيحول من تيار مستمر لتيار متردد. الفرق ان الانفرتر ده بقى على الشبكه. وادي العداد اللي انا بحاسب بيه. شايفه ده كله اسمه اري، ماشي. ده اسمه ايه؟ خلايا فوتو فولتيه او الفوتو فولتيك سيل. دي وظيفتها انها بتحول اشعه الشمس لتيار مستمر. وبعد كده هو بخرج التيار المستمر انا بدخله على الانفرتر احوله تيار متردد، وبعد كده ارمي على الشبكه. دي كده باختصار يعني بسيط قوي فكره عمل القصه دي كلها.